الجامع جيباني يا غالي يا غالي، عروستك الحلوة قمر بلالي، عروستك الحلوة قمر بلالي. الله، تقدري تقولي لي بقى الجميل زعلان ليه دلوقتي؟ يا ابن الفراق وحش. فراق ايه بس ياما؟ هو راح مدغشقر؟ ده جنبينا هنا. وبعدين هي دي سنة الحياة، كلنا لازم يجي علينا يوم ونسيب هنا. بس بقى يا عمر كفاية كده. والله العظيم دي حكاية، مش هي دي الحقيقة؟ لا يا ماما يا حبيبتي، أنا عمري ما هسيبك أبدا يا حبيبتي. يا بنت يا بكاشة، ولو جوزك رفض هتسيبيه؟ يا ابني بقى نقطنا بسكاتك. ماشي، أنا مش هنقطكوا بسكاتي، أنا هغرقكوا بسكاتي، أنتوا حتى قعدتكم ما تلزش. تصبحوا على خير. وأنت من أهلي. إلا قولي لي يا ماما الحق، ليه بقى أم العريس دايما تعيط ليلة فرحها؟ غيرة دي ولا إيه؟ لأن يا حبيبي حتة من قلبها بتطلع من حضنها تروح لحضن تاني. أنا قلت كده برضو، هي الغيرة. كل الأمهات عايزة أولادها يفضلوا في حضنهم طول العمر، هي الغيرة. أنا قلت كده. غيرة؟ أيوة غيرة، وأنا شايفها في عينك يا أمي. شايفاها سوسن؟ لا مش شايفاها يا سي أحمد. تصدقي بقى أن أنت نظرك ضعيف؟ يا بنتي دي واضحة في عينين أمك وضوح الشمس أهي. وريني كده يا أمي. والله غيرة، غيرة هي يا أمي. يا ودي أنت دمك زي العسل. أيوة كده يا أمي، اضحكي اضحكي بقى وخلي ايامنا كلها سعيده. الله يحل ايامكم يا رب ويخليكم ليا، ما تحرمش منكم ابدا يا ولادي. مبروك. الله يبارك فيك. انا كنت عايز اقول لك على حاجه، يعني مع اني عارف انها مش وقتها. لا قول. امي، خلي بالك من امي. دي زي ماما بالظبط. اصل ماما حساسه قوي. هي عايزه تعيش معانا؟ يا ريت ترضى. يعني ايه؟ ما ترضاش ابدا لا تسيب بيتها ولا اخواتي. طيب ما هو البيت بيتها في اي وقت. طبعا. تسلمي لي. في حاجة تانية عايز تقولها يا خالد؟ نعم. في حاجة تانية عايز تقولها؟ عايز أقولك إن أنا مبسوط أوي وسعيد جدا. أيوة جبتلك يا حبيب ماما فطيرتين سخنين ومعاهم شويه عسل وحتتين قشطه اللي تستاهل بقك وما تستكش بالجرايد اهي. طب اعمل فيكي ايه بس؟ ما انا ما اقدرش احبك اكتر من كده. حبيتك العافيه يا روح ماما. ربنا يخليكي ليا. يلا عشان تفطر. وانتي معانا. اهلا 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 وسهلا يا طنط. اهلا بست العرايس. شايفه ماما بقى جايبه لنا ايه علشان نفطر؟ يا تعبه نفسك كده ليه؟ وبدري كده. وبعدين ماما مليلنا التلاجة. ومالي يا اختي، التلاجة حاجة والاكل اللي انا جايباه حاجة تانية. ده فطير وعسل وقشطة عشان يبقى ايامكم كلها عسل في قشطة. يلا فوتكم بعافية. لا يا ست الكل، انت هتقعدي وهتفطري معانا كمان. ما ينفعش يا حضرة الضابط، حضرتك فاهم في الاصول كويس قوي، ما حدش يفطر مع العروسة والعريس كده يبقى زي العزول. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تاكلوه بألف هنا وشفا مطرح ما يسر يمي يا رب. ربنا يخليكم. لا لا لا، انا ما اقدرش اكل الحاجات دي، اصلي اخاف بعدين ادخل. لا، النهارده اجازه من الرجيم. يلا بقى علشان تاكلي عسل يا احلى من العسل انت. بسم الله. الله الله ده لسه سخن. وعسل ابيض وعسل اسود وشويه قشطه يستاهل بقك. يلا حبيبتي. اللي يحب ما يعرفش يخبي، عيني بتفضحه. وانا حاسه كمان انها بتحبك. اقعدي يا حبيبتي.
انت مكسوفه؟ ده يوم المونة يا بنتي، ده انت بنت اختي، يعني بنتي تمام. طب وبابا رايه ايه يا ماما؟ مستنيك تتكلم يا سيدي. سمعتي؟ طيب مش لما يخلص الكليه الاول ولا ايه رايك يا طنط نور؟ قومي. ايه ده؟ على فين؟ هاخد ياسمين معايا نروح نجيب الجماعه ونيجي على طول. طب خلي بالك من نفسك. ما تخافيش يا ماما، سوق على الرصيف. يلا يلا. ازيك يا سهلا؟ ازيك ياسمين؟ ايه النور ده؟ اتفضلي. ازيك يا صبصه؟ ازيك يا ايمن؟ عامله ايه؟ ايه المفاجاه الحلوه دي؟ البسي بقى بسرعه يا ستي عشان الغدا عندنا النهارده. لا طبعا مش هينفع، ده خالد ومراته جايين يتغدوا عندنا النهارده. يا بنت البرنامج كله اتغير، خالد ومراته زمانهم عندنا في الفيلا. طب نستنى عمر حد؟ على بال ما تلبسي يكون وصل. طب ايمن انا كنت عايزه اتكلم معاك في موضوع كده يعني. طب اتفضلي اتفضلي، بيت بيتك. ايوه. انت عارف ان انا خلصت دراسه وقاعده في البيت و... سوسن خش في الموضوع على طول. يعني لو ينفع يعني تكلمي باباك يشوف لي شغلانه كده كده. فكر. يا سلام، ان شاء الله النهارده هيحصل. ربنا يخليكوا ليا وما يحرمنيش منكوا ابدا. تعالي بقى علشان البس. يلا. ازيك يا ياسمين؟ الحمد لله. اهلا. ازيك يا احمد؟ ايه النور ده؟ عامل ايه؟ كويس قوي ان انت لابس هدومك. ده انا لسه جاي من بره. الغدا عندنا النهارده، صدرت الاوامر العليا بكده واحنا علينا التنفيذ. لكن قول لي انت ناوي انت وياسمين امتى؟ ربنا يسهل يا احمد، قريب ان شاء الله. ان شاء الله. ايه يا ابني مالك؟ ايه المود اللي انت دخلت فيه ده؟ شكلك كده بتحب يا احمد. حاجه زي كده. طب مستني ايه؟ ما تيلا. بس قول لي الاول هي مين؟ كانت زميلتي في الكليه، بس في مشكله، اهلها اغنيه. طب وايه يعني؟ ما تتقدم وتشوف. مش مطمن. وما دام انت مش مطمن راح تحب دي بالذات؟ مش بايدي يا ايمن. وبعدين تفتكر اهلها يوافقوا؟ أنا مش عارف يا أحمد. قولي أيمن، لو هي أختك كنت هتوافق إن أنا أتقدم لها؟ أنا أصلي مش هعرف أرد على السؤال ده لأن أنا ماليش أخت أصلاً يا أحمد. أه كويس، عمر جه أهو. مساء الخير. مساء النور، إزيك يا عمر؟ الحمد لله، إزيك يا أيمن؟ الحمد لله تمام. إحنا خلاص جاهزين أهو. الدنيا دي مليانة تناقضات. أهلاً يا أولاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. ازيك يا سوسن؟ السلام عليكم. الحمد لله تمام. طبعا حضرتك اللي امرتي باللمه الحلوه دي كلها. طبعا عشان وحشتوني. هم حضركم الغدا. اقعدي اقعدي غدا. ايه اقعدي كده يا فايزه؟ فايزه. نعم يا ستي. حضري الغدا بسرعه. حاضر. بابا سوسن كانت كلمتني انها قاعده يعني ما بتشتغلش وعايزه حضرتك تشوف لها شغله في الشركه عندك كده. اهو كلمي الولد ده وما تكلمنيش انا. طيب من بكره تيجي تشتغلي، انا عايز سكرتيره المكتب، ايه رايك؟ انا متشكره قوي، مش عارفه اقول لحضرتك ايه. ربنا يخليك لينا وما نتحرمش منك ابدا. الله. طب وانا ده انا السبب ما استاهلش دعوه ولا ايه؟ انت يا حبيبي ربنا يحبب فيك خلقه. انا عايز واحد بس من خلقه، واحد. ايه الولد ده بيوشوشك يقول لك ايه؟ يا سيدي عايز يخطب ياسمين. احنا قلنا ايه؟ لا ما انا ضربت الكلام في دماغي صح بقى، لقيت ان انا اللي صح وانت غلط. ايه راي حضرتك يا بابا؟ موافق. مبروك يا ولاد. عقبالك يا استاذ عمر. لا انا بقى هاخدها من قصرها واتجوز اجنبيه. اجنبيه اللي هتتجوزها يا واد انت؟ ايوه يا ام اجنبيه. لا تقول لي مهر ولا شبكه ولا اي حاجه من الكلام الفارغ ده. يا سلام، يعني الحاجات دي هي المشكله؟ يا ستي لما يجي وقتها يبقى يحلها الف حلال. الغدا جاهز يا هاني. يلا يا ولاد اتفضل. احمد مالك يا حبيبي قاعد كده ليه؟ سرحان يعني مش عوايدك؟ ابدا يا ما فيش حاجه. ازاي بقى؟ انت ابني وانا عارفاك. اصلها مشكله بفكر فيها. طب وماله؟ قول لي المشكله ونحلها سوا.
ما تقول يا ابني. بصراحة ياما أنا بحب واحدة زميلتي. ولا بركة، إنك كبرت وبقيت بتحب وعايز تتجوز، طب وماله يا أحمد؟ بس المسألة صعبة أوي. صعبة أوي؟ ليه يا حبيبي؟ أبوها تقيل. تقيل يعني إيه؟ تخين يعني؟ ياما أنا مش قصدي إن هو تقيل إن هو تخين يعني، أنا قصدي إن هو غني وطبعاً مش هيرضى يجوزني بنته. هو مين ده اللي ما يجوزكش بنته؟ ده أنت تتمناك ست الستات، وإذا كان هو غني بفلوسه فأنت غني بتعليمك وبأدبك وبأخلاقك وبتربيتك، وبعدين تنسي نفسك؟ أنت محامي قد الدنيا، وبعدين ده أنت مدفوع فيك عمري بحاله، ده ما يساويش عندك؟ لا ياما ده يساوي عندي كتير قوي. أمال إيه؟ بس الناس دي ما بتفكرش زي ما احنا بنفكر. ان شاء الله ما فكروا يفكروا على براحتهم، هما اللي قالوا لك كده. لا ياما انا ما قابلتش حد فيهم، انا استجرى قابل حد، انا قلت اخد رايك الاول. طب خلاص يا حبيبي، خد منهم ميعاد وان شاء الله نروح لهم ان شاء الله بكره. وهنروح لوحدنا؟ لوحدنا ازاي؟ هناخد معانا حضره الضابط وهو مركز كبير في الحكومه. يا حبيبتي ياما ربنا يخليكي لينا يا رب. احمد بابا صعب قوي. انتي هتخوفيني منه ليه اكتر ما انا خايف؟ لازم تقنعه باسلوب هادي. مش انا اللي هقنعه. امال مين؟ ماما واخويا. المهم انك تكلمه الاول في التليفون وتاخد منه ميعاد وتقوله انك جاي معاهم. اكلمه؟ اه ما انا لازم اكلمه طبعا، اكلمه وانا صغير يعني. اهلا وسهلا. يا اهلا بحضرتك. شكرا خير. تسلم ايدك يا بنتي. شكرا. اقعدي تحت امركم. الحقيقه يا فندم احنا يشرفنا ويسعدنا ان احنا نطلب ايد بنت حضرتك لاخويا احمد. هو الحقيقه يا فندم يعني احمد ما عندوش غير وظيفته. انا لما كلمني سالت عنه وعن عيلته. شوف يا استاذ، نبي حرص وصينه حضرة الضابط خالد يبقى ابني. عارف يا ست انه ضابط، انا مؤكد. مدام حضرتك عارف كل حاجة مستنين رد جنابك. شوف يا حضرة الضابط خالد، انا بنتي جدها باشا. برضو انا مؤكد. وكمان عمامها وخلانها وابوها كلهم ناس كبار قوي. في السعد ان شاء الله. لا يا ستي، في المقام. وبعدين انا بنتي لما تتجوز لازم تتجوز واحد يعيشها في نفس المستوى، يعني تسكن في فيلا زي دي، يجيب لها عربية شيك، يندفع لها مهر ما يقلش عن نص مليون جنيه، وشبكة ما تقلش عن 200,000 جنيه. وإيه كمان يا أستاذ؟ بالمختصر المفيد، ابنك ما ينفعش يتجوز بنتي خالص. وياريت كمان كل واحد يبص على قده ويعرف هو ابن مين وجاي يتكلم مع مين. لو سمحت. لو سمحت أنت ما تكبلش كلام. اسمع يا بيه، أنت بتقول إن جدك باشا وأبوك باشا وعمك باشا وخالك باشا، يعني اتولدت بوقك معلقة ذهب، لكن ده اتصرف عليه، شقيت عليه لما بقى بيه قد الدنيا. ما بقاش كده بالساهل، ده بالغالي قوي. عشان كده اللي لازم تاخده لازم تستاهله وتقدره، واحنا اللي ما قدرناش لا مؤاخذة كده ما لزمناش. يلا اولاد. برافو، حقيقي برافو. خطبة هايلة لكن ما سابتش معايا أي أثر. بقول لحضرتك إيه؟ اوعك تفكر ان انا هوافق اجوز ابني لبنتك دي. مش بس لو وافقت، لو حطيت لي تقولها فلوس. ده انت خيالك واسع قوي. انا بستعجب انتوا اصلا ازاي اتجرأتوا وجيتوا لحد هنا تطلبوا الحسب والنسب. اسال بنتك يا استاذ. هي والدتك بتشتغل؟ من فضلك ولا كلمه زياده. احنا فخورين جدا بامنا وبشغلها اللي ربانا يتاج على روستا من فوق. يظهر حضرتك كنت تفضل ان امي تبقى ست غنيه باي شكل من الاشكال، يعني مش مهم الوسيله. يلا ياما من هنا. احنا اسفين ان احنا اتعرفنا بحضرتك. شفت انا خلفت رجاله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. عن اذنك بقى يا ابن الباشا. ناس فعلا مجانين. شفت يا ست هانم؟ انت سبب في اللي حصل ده، عشان تخلي واحدة زي دي تيجي لحد هنا وتتكلم معايا انا بالطريقة دي. انت عارفة دي مين وبتشتغل ايه؟ يا بابا احمد انسان كويس. انت برضو هتقولي لي انسان كويس؟ مش هو ده اللي كان بيديني محاضرة في الاخلاق من شوية؟ يلا اتفضلي على فوق.
واحسك عينك اسمع ان انت شفتيه تاني ولا عرفتيه، فاهمه؟ اوعى ياما تكوني زعلانه منك من حطيتك في الموقف السخيف بتاع النهارده ده. بالعكس يا ابني، مش زعلانه ولا حاجه، ده انا مبسوطه كمان. ما انا قلت لكم اتجوز اجنبيه، اتريقتوا عليا. يا سلام، تتجوز اجنبيه ليه؟ من قله المصريين ولا من قله المصريين؟ ولا عامل زي القرع ما تمدش الا بره؟ اجنبيه ايه انت كمان، اسكت بقى. مش احسن من اللي سمعوه النهارده ده؟ عمر انا مش ناقصك. الله، ده انت هتتنرفز عليا انا بقى. ليه يا اخوي؟ هو انا اللي قلت لك لا؟ يا حبيبي كل برغوت على قد دمه، واللي مش عاجبه يبقى برغوت ونفسه يبقى فراشه لازم الاول تطلع له جناحات ويغير اصله وفصله. يعني يبقى مقطوع من الشجره بقى، لا ليه اصل ولا ليه فصل. يا ابني خليك في حالك، كفايه سنك الطويل ده. انا قصدي يعيش في وسط ناس جداد ما تعرفش عنه حاجه، ما تقولوش انت مين ولا ابن مين ولا اصلك ايه. يهج بلاد تشيله وبلاد تحطه لحد ما يوصل في حته محدش يعرف عنه فيها اي حاجه. يا ابني يا حبيبي خليك في حالك، كفايه فزلكه بقى، سيب اخوك في حاله، كفايه اللي حصل له. اسمع كلام اخوك الصغير وانت تكسب، بدل ما انت واقف لي كده حاط ايدك على خدك. عمر انا مش ناقصك، ابعد عني بقى. الله الله الله، انت هتتنرفز عليا انا برضو. خش اقعد في اوضتك لوحدك، غني ظلموه لقلب الخالي ظلموه يا سيحولو. جرى ايه يا عمر؟ ما تبطل التخاريف اللي انت قاعد تقولها دي. انا بخرف؟ ماشي، بس على فكره بقى انا الوحيد فيكم اللي فاهم الحكايه على الاخر ومخي متنور. يا ابني يا حبيبي اخوك مقهور، ما تزودش همه. انا عاوز افهمه الحكايه على اصلها يا ام. طب انا هضرب لك مثل. اتفضل. الاستاذ حسام ده مش حبيبنا وهو اللي مربينا؟ اه. طيب روحي كده واطلبي منه ايد بنته، شوفي هيقول لك ايه. انت مسطول ولا واكل تطوره؟ بنته ايه؟ هو حسام عنده بنت؟ انا بقول مثلا، وهنروح بعيد ليه؟ مش الاستاذ حسام دوت بنت اخت مراته اسمها ياسمين؟ روحي واطلبيها منه وشوفي هيقول لك ايه. بلاش تفكري. طبعا لا. عارفه ليه؟ عشان انت زمان قلت لنا مثل بيقول كل شله يشبه له، فاكراه ولا نسيتيه؟ واد انت هتفرسني، انا هروح اشوف اخوك. طب ما تنسيش تقولي له الكلام اللي انا قلته لك. بذمتك انا مش كلامي مظبوط؟ لا طبعا مش صح، عشان الواحد مش ممكن يغير اصله وفصله. انا بقى هغير اصلي وفصلي. مش بس كده، ده انا هغير جلدي كمان. هجيب لي جلد جديد، جلد حلو، وهطلع لفوق فوق قوي، وساعتها هجيبهم كلهم تحت رجليا. وبكره تشوف يا عمر هيعمل ايه. احمد يا حبيبي، انا مش عايز اشوف الحزن ده في عينيك، ولو شفته هحس ان انا السبب. ليه يا أمّا كده؟ ليه بتقولي الكلام دوت؟ لأن أول سؤال سأله لك حبيبي قال لك أمك بتشتغل إيه؟ وأنا مش عايزة أكون السبب في تعاسة أي حد فيكم. إذا كان عليا عايزة أطلع أجيب النجوم بإيديا عشان تنور لكم طريقكم أنت وأخواتك، لكن مش بإيدي يا أحمد، مش بإيدي. وحياة أحمد عندك، أنا مش عايزة أسمع منك ولا كلمة تاني. انت تاج يتحط على راسنا. بوس ايديكي، مش عايز اشوف ولا دمعه نازله من عينيك علشان خاطر احمد. ما تقوليش ولا كلمه. الف مبروك يا عسل على المكتب الجديد. الله يبارك فيك يا حماده، ما تتصورش مبسوطه قد ايه بشتغل سكرتيره الاستاذ حسام. بجد؟ بالمناسبة دي بقى معايا حد عايز يجي يهنيكي على المكانة الجديدة بتاعتك. مين ده؟ أنا مبروك يا سوسو. عمر دي أحلى مفاجأة والله. ألف ألف مبروك يا سوسو، طمنيني عاملة إيه في شغل جديد؟ مالية مركزك ولا هتكسفينا؟ طبعا مالية مركزي، ما تتصورش أستاذ حسام ما بيبخلش عليا بأي حاجة، بيفهمني كل حاجة. على فكرة هو عازمني على خطوبة أيمن. بجد؟ آه. طيب انا هخش اقعد معاه شويه. استنى هنا، انت رايح فين؟ مش هاخد لك الاذن الاول؟ ايه ده، هي فوضى؟ ايه ده، انت راسم علينا من اولها ولا ايه؟ انت مالك تنحت كده ليه؟ اتفضل يا استاذ احمد. متشكر حضرتك السكرتيره. اتفضل. ايه مال؟ انت زعلت ان ايمن هيخطب ولا ايه؟ لا ابدا، بس كنت بفكر ان في ناس بتبقى مشاكلهم كلها محلوله،
ومن قبل حتى ما يتولدوا، وناس تانية بتولدوا معاهم مشاكل الدنيا كلها وعمرها ما بتتحل. أنا كمان الموضوع ده شاغلني أوي، مش عارفة لو اتخطبت الموقف هيبقى إيه. يا بنت ساعتها ربنا يعدلها إن شاء الله، ساعتها ممكن أكون سافرت ورجعت ومعايا فلوس كتير قوي أحل بيها مشاكلك ومشاكل خالد وأحمد ومشاكل أنا كمان. مشاكل إيه يا أبو مشاكل أنت؟ وأنت عندك مشاكل أصلاً؟ ايه يا احمد شكلك مش عاجبني؟ بعد تكون حكايه البت اياها دي وابوها لسه مقصرين عليك. اوعى تسالني انا عرفت منين. اسمع بقى يا سيدي، انا عندي ليك عروسه كويسه قوي، بنت ناس وشيك ومحترمه، ليلى اللي بتشتغل عندنا في الشركه، ايه رايك؟ لا يا فندم انا متشكر قوي، انا صرفت نظر عن موضوع الجواز ده. طب ليه يا ابني؟ يعني على الاقل لغايه ما اكون نفسي واجيب شقه. يا سيدي اذا كان على الشقه تبقى محلول، هدي لك شقه اوضتين وصاله لحدها كده في المشروع بتاعنا، ويبقى ادفع الاقساط من مرتبك. انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي. انا مانيش عارف افهمك ازاي انك زي ايمن ابني، ومفيش شكر بين الاولاد وابوهم. ربنا يخليك لي يا فندم. عايز يقابل حضرتك. الاستاذ فوزي يدخل في اي وقت يا ام نوزيل، ما تحبكيهاش قوي كده يا حضره السكرتيره. انا اسفه قوي ما كنتش عارفه الموضوع ده. ثانيه. طيب هستاذن حضرتك يا استاذ فوزي، بعد اذنك. اتفضل. اتفضل يا استاذ فوزي. ازيك يا استاذ فوزي؟ ايه يا سيدي؟ مالك واتكلم بسرعه. هقول لك بعدين. حاجة خاصة بمين؟ بسارة وأبو الولاد. ماله؟ يعني لما جه ياخد مازن قال كلام ضايقني جدا. اسمع حوزك، ما أقول لك الراجل ده معتبرك منافس ليه. استنى لما أكمل كلامي للآخر. ده شيء طبيعي طالما في أولاد، وهو هيفضل يتصرف التصرفات دي معاك علشان يوصلك للحالة اللي انت فيها دي. صراحة احنا عارفينها كويس قوي، جارتنا من زمان وعارفين اخلاقها، ست محترمة. سيبك بقى من الشك اللي الراجل ده حفره جواك علشان يوصلك للي انت فيه ده، فاهم؟ يا حبيبتي ما انا قلت لماما، وبعدين مفيش اي حد من اللي جم حفله الخطوبه هيحس ان احنا مش موجودين. ايوه يا حبيبي، بس احنا اصحاب الحفله، يعني احنا المخطوبين اللي الناس جايه تحضر حفله خطوبتهم. يا حبيبتي الناس كلها هتلاقيها مركزه مع المطرب اللي بيغني والرقصه اللي بترقص. يعني احنا نسيبهم بيرقصوا فوق ونيجي نرقص احنا هنا؟ طب انت ايه رايك؟ مش كده احسن؟ وكده احسن، بس احنا لازم تطلع لهم بقى يا حبيبي احسن يحسوا بغير. يلا تلاتة والعيال لسه مرجعوكش؟ دي سهرت ايه دي؟ مال البيت هس هس كده؟ ضلمة. يا لهوي، طب العيال دي لما تتجوز هعمل ايه وانا قاعدة لوحدي؟ بشكل ناس عايشه بصحيح. لا 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 لا، فوق يا حبيبتي، مش حلو ده. هو ايه اللي مش حلو يا خالد؟ بقى الدنيا الجميله اللي احنا كنا فيها ولا عيشتنا دي؟ طب وايه بقى المطلوب مني يا حبيبتي؟
اعيشك زيهم ولا ايه؟ لا وليه لا؟ انا قصدي يا خلود، ليه الواحد ما يتمناش ويحلم؟ هو الحلم حرام؟ وانا رايي بقى تخش تنامي علشان تلحقي تكملي الحلم. طب ما انا اكيد هحلم. قال يا ست شوف اخوك اللي مكسوف ده عايزني، قال ايه؟ انا اللي اكلمها. معلش بقى، ما هو البركه في حضرتك برضه. طب اهو حاضر يا ست، يلا روح اديها لها. حاضر، ثانيه واحده. ايه يا ابني مالك؟ في ايه؟ ابدا مفيش حسن بيه. انا اصلي بصراحه خايف لو ترفض، وهي اكيد هترفض. لا ما تخافش، لاني انا اللي اخترت، ومعنى ان انا اخترت ابقى واثق من اختياري ولا بعيال ولا ايه. العفو احسن بيه، بس التجربه اللي انا مريت بيها يعني. ايه مالك عمال تفرك في ايديك كده زي تلميذ الخايب اللي داخل امتحان وهو مش مذاكر؟ ادخل. خير يا ليلى، اقعدي. اتفضلي حضرتك على مكتبك. حاضر. انت طبعا تعرفي احمد؟ ايوه طبعا. طب قولي لي بقى رايك فيه ايه؟ لا انا فهمت كل حاجه. ممكن بقى حضرتك تقولي لبابا ان انا واحمد واخوه عايزين نتصرف لمقابلته بكره بعد الظهر. حاضر، حضرتك تأمر باي حاجه تانية؟ لا شكرا، عن اذنك. اتفضلي. ايه يا استاذ، ايه رايك؟ واضح انها ظريفه ورقيقه قوي، وهي دي اللي تنفعك مش التانية. الحمد لله، كل شيء اسمه ونصيب. مبروك يا أصيلة. الله يبارك فيكم. مبروك يا أحمد يا ابني. الله يبارك فيك يا أم حبيبة قلبي. شوف بقى يا أستاذ، كاتب الكتاب إن شاء الله الشهر اللي جاي. بعد 6 أشهر هعمل لك فرحك هنا في الفيلا على بال شقتك، ما تجهز. قول لي يا أحمد، عروستك حلوة؟ الحمد لله يا أم. بص يا أحمد بقى، أوضة النوم عليا أنا، وأيمن هيجيب البوتاجاز والغسالة والتلاجة. ده انتوا خيركم غرقنا، مش عارفين نودي جمالكم دي فين. عيب يا أصيلة ما تقوليش كده. عقبال سوسن وعمر. في حياتكم إن شاء الله. خلاص يا أبو حميد، يعني 6 أشهر وهتسيبني وتمشي؟ أنا عمري ما هسيبك يا أما، ده أنت ست الكل. الله راجل يا بكاش. البيت هيبقى وحش قوي من غيرك يا أحمد. الله الله الله، شغل الحموات ابتدى أهو. لا يا حبيبي، ده شغل الأمهات مش كده يا ست نوها؟ بصي بقى، أنا شخصياً أيمن وياسمين هيفضلوا عايشين معايا هنا على طول. الله الله الله، حكمت عليهم بالسجن المؤبد. ليه كده يا أستاذ حسام؟ هي العيشة مع الأم سجن مؤبد؟ بالعكس، دي الجنة ونعيمها. سامع الكلام. احنا مش لسه قايلكم دلوقتي اهوت ان الولد ده بكاش؟ لا والله انا بتكلم بجد. على فكره احمد حنين عليا قوي. يا ست اصيله احنا ما قلناش حاجه، ولادنا حنينين والحمد لله، لكن افرضي بقى ان الست بتاعته قالت له انا عايزه حريتي، عايزه مملكتي الخاصه زي ما بنسمع، هيقدر يقول لها لا؟ هيقول لها حاضر وبس. شوف يا سيدي بقى، انا ياسمين بنت اختي، يعني زي بنتي بالظبط، مش هتقدر تقولي لا ابدا. يا خبر، هو انا اقدر ابعد عن ايمن؟ صباح الخير يا سوسن. صباح الفل. ايه بتدور على ايه؟ لا مفيش حاجه، انا قلت اجي اقعد معاكي بس شويه كده. اه اتاخرت عليك. اهلا اهلا، مش تقولوا كده من الصبح؟ رايحين على فين يا اساتذه؟ بقول لك ايه، انا استاذنت من الاستاذ حسام. وحضرتك من رئيس الحسابات، يعني اخرج منها. ماشي ماشي، بس عشان اتخطبت دور الباقي على العزول اللي زيي. يا بنتي بلاش نقه. انا بلوق
ماشي اتفضل سكه السلامه بس اتبسطوا. ماشي. يلا مع الف سلامه. باي باي. ربنا يسعدكم يا رب. يا ساتر في ايه؟ من ساعه ما اتنقلتي هنا وانتي كده ليه؟ الشغل هنا كتير قوي، في القسم التاني كنت بروح بدري. يا ستي يعني انتي هتروحي تعملي ايه؟ اقعدي اشتغلي. ورايا مواعيد مهمه قوي. ايه رايك في المكان ده؟ جميل قوي. طب تعالى. اتفضلي يا ستي. معقوله بتفكري في ايه بقى وانا معاكي؟ بفكر في بكره. بكره ده هيبقى احلى من النهارده طول ما انا معاكي. تعرف ان كلامك جميل قوي. ما هو جماله جاي من جمالك. حلو قوي خجلك ده وابتسامتك الرقيقه. ليلى عارفه احنا فاضل لنا 3 اشهر، 3 اشهر بس ونعيش انا وانت في بيت واحد. انا حاسس ان حياتي هتبتدي من اليوم ده. سوسن ارجوكي عشان خاطري تعالي معايا، دي اول مقابله ليا عشان ما يقولش عليا كده ولا كده والنبي. يا ستي انا مالي بكل اللي انت بتعمليه ده؟ بس يا نوال انا عايزاكي تهدي وتعقلي وتستعيذي من الشيطان وتبطلي اللي انت بتعمليه ده. انا لو حد من اخواتي ولا حتى الاستاذ حسام عرف ان انا بروح معاكي المشاوير دي هتبقى وقعتي واقعه. ارجوكي يا سوسن ارجوكي عشان خاطري كده هنتاخر الميعاد يلا والنبي. والله انا خايفه من المشاوير دي عليا انا. يلا يا ست نوال يلا. شوف بقى مروه هناك تاني. لا انت سامع ولا اقول كمان مره؟ اقدر اعرف ليه يا بابا؟ ليه؟ في راجل غريب مع امك يا ابني. يا بابا ده مش راجل غريب، ده جوزها، وبعدين ده انسان طيب ومحترم وحنين. ما شاء الله. انت هتقول لي في قصيده شعر؟ لا يا بابا انا ما اقصدش، انا اقصد اقول لحضرتك صفاته علشان لو حضرتك خايف انه يبقى وحش معانا. اتكلم على نفسك انت يا استاذ مازن. ليه يا مروان؟ هي ماما اذنبت لما اتجوزت؟ طب ما هو بابا متجوز من بدري واحنا عايشين مع مراته، ليه ماما ما قالتش لا؟ لان هي وافقت على ده من بدري. يعني ايه؟ يعني لما اصرت على الطلاق قلت لها هاخد ولادي معايا لو ده حصل، وافقت. قلت لها هتشوفيهم بظروفي مش بظروفك، وافقت. قلت لها هتجوز، وافقت. وقالت لي ده من حقك. يعني بعتكم بدري بدري، بعتكم من صغركم. سمعت يا استاذ؟ يا بابا ما هي يمكن تكون كانت تعبانه في العيشه مع حضرتك وايه يا محامي الهانم؟ يا بابا دي امي، وبعدين حضرتك عارف انا بحبها قد ايه، ومروان كمان بيحبها، مش كده ولا ايه؟ ايوه طبعا بحبها، بس الراجل ده يا ابني الراجل ده انسان كويس جدا، صدقني لو عاشرته هتحبه. لا دي مؤامرة بقى. مؤامرة عاملاها امكم مع الراجل اللي هو جوزها ده عشان ياخدوكم مني واحد واحد بعد ما كبرتوا في حضني، كبرتوا في حضني. لكن لا مش هيحصل مش هيحصل. يا بابا اهدى علشان خاطري، صدقني ولا مؤامرة ولا حاجة. انت لسه صغير ما انتش عارف حاجة. انا بقى فاهم كل حاجة. اسمع بقى ما اقولك، مروح عند الست دي تاني. لا عايز تشوف امك تشوفها بره البيت، والراجل ده ما يكونش معاكم. انت فاهم؟ فاهم ولا مش فاهم؟ اهدى يا بابا ارجوك، الانفعال غلط على حضرتك. وانت اسكت بقى. لو عشرته هتحبه قال. انا بقى بنت اخت حسام الديب صاحب الشركه، ودي بقى بنت حسام الديب نفسه، يعني تبقى بنت خال سوسن. مالك قلقانه كده ليه يا نسه سوسن؟ لا ابدا، بس دي اول مره اخرج فيها بالشكل ده. واضح فعلا. انا بابي متوفي من سنتين، وكان رجل اعمال كبير جدا، وساب لنا ثروه فظيعه موت. لكن العيله بقى يا سيدي بترفض ان اي حد فيها يقعد عاطل، علشان كده اشتغلت في شركه خاله حسام. طب ما اشتغلتيش في شركه باباكي ليه؟ ما احبش، اصل اخواتي الشبان هم اللي مسؤولين عن كل حاجه هناك، فمش هيبقى لي راي. وانتي بتشتغلي في الشركه بتاعت باباكي؟
لا ابدا انا بشتغل. هي سكرتيرة باباها، مامتها هي اللي عينتها في المكان ده. لا انا لازم امشي دلوقتي حالا. استني يا سوسن، هنمشي مع بعض في ايه؟ انت مستعجله ليه يا انسه سوسن؟ معلش اصل انا اخواتي ما بقدرش اتاخر في يلا يلا بينا. طب هنشوفكم بكره؟ لا 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 خليها بعد بكره احسن. لو سمحتوا اتفضلوا انتوا عشان ما حدش يشوفنا مع بعض. اوكي طيب ماشي يلا بينا. انت ايه الهباب اللي حببتيه ده؟ افرضي سالوا عرف احنا مين. مالك يا سوسن عصبيه كده ليه؟ على بال ما يعرف حقيقتنا يكون حابيني فعلا وكل شيء مهم في نظره بقى. انت مش عارفه انت بتعملي ايه. يلا يلا. وحشتنا قوي قوي يا حبيبي، وخصوصا لما تعودنا انك تبات معانا. ايوه احنا فعلا تعودنا عليك، مش عارفين نعمل ايه بقى من غيرك. انت كمان وحشتوني كتير. طبعا هتبات معانا. للاسف لا، انا جاي من ورا بابا. هو لسه زي ما هو وزاد كمان. ليه بقى؟ لازم تفهمه يا ماما. ما ينفعش، بابا عنده القلب، وبعدين الازمه جات له مرتين قبل كده، علشان كده ما حدش يقدر يشد معاه في حاجه. ربنا يحميك يا ابني. هنفضل كده على طول ولا ايه؟ اطمني، الايام كفيله انها تدوب كل حاجه. طب واخوك؟ مروان خايف على بابا قوي، بس على فكره مروان هو اللي اتفق معايا ان انا اجي هنا من غير ما بابا يعرف. طب يا حبيبي تعالى. حاضر. كويس اوي، يبقى مروان هو كمان جاي في السكه. ايه ضحى؟ لا يا حبيبتي مش هقدر اجي دلوقتي. في ايه؟ فرح ايه بس؟ مش انا قلتلك روحي انتي ومامتك؟ انا عندي نبطشيه. ايوه ماما معايا وهتيجي طبعا. طيب طيب فين الفلوس اللي هشتري بيها الهديه اللي هنقدمها؟ مفيش يا ضحى مفيش. سلام. قفل السكه في وشي. طبعا يقفل السكه في وشك، ما هو لو بيعمل لك حساب ما كانش عامل معاكي كده. لا وايه، ابوكي مدلعه على الاخر. خالد ده راجل ما فيش زيه. السلام عليكم يا خالد بيه. اهلا اهلا بالمعلم صبحي. اتفضل اتفضل. أنا عايز أعمل محضر المعلم سالم. ليه كده خير بس؟ بيحاربني في أكل عيش يا باشا، بيخلي صبيانه يتعرضوا لزبايني، لدرجة إنهم من شوية كسروا باب المحل. معقولة؟ وإيه اللي وصل الأمور بس لغاية كده؟ اسألوا سعادتك بقى. لا لا لا، إحنا نبعت نجيبه. تمام يا فندم. عايزك تروح السوق دلوقتي. تجيب المعلم سالم وتقول له ان انا عايزه ضروري وفي موضوع شخصي، مفهوم؟ حاضر يا فندم. بتشرب ايه بقى يا معلم؟ انا حاسه انه هيرتبط بيا، يعني سعادتي في ايديكي انت، خليه واخد عني الفكره دي احسن. والله العظيم انا مش فاهماكي. انت متخيله ان بكذبك ده ممكن يرتبط بيكي؟ طبعا لا. ما انا قلت لك لما احس انه حبني هقول له الحقيقه. تعالي بقى معايا المره دي بس وخلاص. حاضر يا نوال. الخير مكفي